النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. نعم يا ابني. أستاذ أنا الحين أعرف معنى الطلاق وأعرف معنى الرجعة، بس النكاح شنو؟ سؤال جميل. النكاح هو المسمى الشرعي لزواج الرجل بالمرأة. لزواج الرجل بالمرأة. بس أنا أستاذ للحين ما فهم. يعني أنا أقول لك يا فلان زوجتك ابنتي، وهو يرد علي ويقول وأنا قبلت، فتصبح على هذا الأساس زوجته. لا أستاذ ما فهمت. يعني يا جاسم أنا أقول لك يا جاسم زوجتك ابنتي وأنا قبلت. قبلت؟ إيه؟ قبلت شنو؟ أتزوج بنتك. لا 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 يا ابن طلق طلق الحين اقول لك طلق. لا استاذ بابا مطلق. شنو مطلق ابوي؟ انا كنت اشرح لك الدرس، ما كنت قصدي اني انا ازوجك بنتي. استاذ الحين انا تزوجت بنتك على حسب شرحك، لانه كل الصبيان في الصف الحين شهود. صح صح. البركه يا جاسمك تستاهل. الله يسلمك منك المال ومن هالعيال عزيز. الف صلاه وسلام عليك.